كفو. انا احبك واغنيك لكن لو تفكر من انتقاداتك. والله العظيم اني كان صادق بس والله ترى جيت بقولك فعليا صار تتنرفز اليوم هذه. ما تنرفز ما تنرفز. ها الحين اشوف بقولك تبي تتكلم اخو ولا الاسد؟ اي والله نبي اوه والله والله بيت بنها الله نحبكم جميعا حتى والله معدين والعمال حق القريه فعليا كلنا والله حتى ندري كلنا لا تنسى. اسمع لكن يوم الواحد احيانا بقولك الواحد تكون عنده ضغوطات برا ما يفرق وانا يوم اجي ما بيفكر فهمتني برا ما بيفكر يوم اجي بضحك ثم انتقد ها عاد انا ترى فعلا شخصيتي للامانه لا اعترف برا اسمع الانتقاد اللي على شيء يقول من النوع اللي ما دقق على كل شيء يعني مثلا في بعض يقول ما تصير جدي ببعض الامور والله العظيم بالجد انا وقتلت الجد ترى بس هنا جايين وش نبي ننبسط وان اذا انت انبسطت يا زايد اذا كل يوم تبي تحصل مثلا لو مثلا لو لو او يعتبر لو انه ما محبه لو انه احيانا امي امي الله يخليها لي تفهم بعض الامور بعض اخوان ما تنصح الا كذا مره تنصح لانه يعرف كثر النصيحه تخلي الشخص يتنرفز منك صح ولا لا؟ الا على الشيء القوي تجي تقول رايك وتمشي بس. فيوم الواحد يكون والله للامانه فيوم اكون اضيق هذا اتنرفز خلاص انا جاي بستانس نبي ننبسط نبي نضحك ما له علاقه انه لازم يكون رسمي حتى ما تشوف الفقرات نبي نضحك نضحك مع شو نبي ننبسط. انت معك حق كلامك اللي قلته كله هذا بس ابيك ما هو زعل ترى ما ازعل ادري ادري وانا ترى احيانا انا احيانا ادري احيانا اتعمد انا اتعمد ابي افضل اللي قهري زي قبل شوي ادري قلت بس وانا اسكت جيتها يا عمري اقول لك انا احيانا اتعمد اني كذا ابي افضل ضغطك عارف انا عارف بس لا بس اذا جينا صدقني صح احنا كلنا جايين نبي ننبسط نبي نقدم حاجه للجمهور اللي ورانا نبي نبي نطلع بحاجه تبيض الوجه والله مبيضين الوجه والله فانا بس كانت وقتي امس في نقاش معك انه في المواضيع اللي مع يعني مرض الواحد ما يسولف فيها بس ما يسولف شوف ابى اقول لك حاجه وانا ما اعلمك ما انا اتعلم منك والله يكون رجال اني اتعلم منه بس بقول لك انا ببرر يمكن عن اخوياي لو احد نقز وتكلم مواضيع ما لا اقسم بايات الله ادرك تدري انه كله على نيه اي بس يا اخي انا مستحيل انت الان نقز مستحيل اشك انه متعمد زي واحد كذا يسولف انا مره عند فقره للامانه وكل فقره وكل جديه الفقره ولا يعني 50% جد يا اخي ما في هنا هنا الجد شوف قلة الاحترام هذا اللي توصل مثلا طقطق مثلا بيتكلم مثلا اذا جانا شيخ اضحك مع الشيخ انبسط هذا عادي ترى كل مجلس حتى حلو الجد غير الجد مثلا او قلة الاحترام غير وش زي واحد مره قال قلة احترام اني اسقط مثلا ما احترمه او ما اربع له ولا اربع كلامه هذا صح لكن هنا بالامانه انا وجهه نظري من البرنامج الجد غير الجد يعني هنا كلنا بالعكس الجد نكرمهم هذا الجد ما تسفههم ما تسفه مثلا جاء ما تسفه الشيء لكن بالضحك لابد بعض طب تمام واحد واحد انه ذبحني مره تجي يقول لي كل ما قلت شيء بطقطق مثلا مع المعيد او مع المقدم الفقره انا بنضحك ايش رايك كذا كل... ترفز ضحكتك تسمعه غالي عندي يقول هل من طيب نيه كل ما قلت وتكلم مقدم بس يمكن بعد ما حق في نقطه انا بوصل لك انا شوف كلمه شوف كل واحد له وجهه نظر ما مع حق وانا ما معي حق كل واحد له وجهه نظر حلو هو انا ادري بس انا احترم انا سمعت وجهه نظرك واحترمها حلو فكان وش وجهه نظري يا طويل العمر السلام اذا كان فيه مبادره من احد الشباب فقره رسميه يعني ما يصلح فيها ان الادمي هناك يتكلم وما حد من صوت معه اثنين يسولف مع بعض انت ملاحظ انا من ناحيه اي واحد مبادر اي واحد اي احد وعبد الله شايع معي في النقطه صدق انت معي في النقطه خليني افهمك اياها مثلا انت ابو شايع عندك مبادره صح حلو مثلا مبادره يعني تعال ما انت كيف تتوجه يمي علم اي اكلم عبد الله انت تتوجه يمي ان انا اتكلم بالمبادره لا لا ما كان اتكلم في كلام اشخاص ثاني انا عارف فاهم قصدي مثلا مبادره عن التمر حلو تمر مثلا الله طيب قدامي وناكل رز ما يصلح جدي انت قاعد تتكلم في مبادرة في موضوع في هناك يسولفون هناك يضحكون واحد ما عاد لك نفس تكلم واحد يستظرف هناك يقاطعك يستظرف عليك ما عاد لك نفس تكلم اول شيء خليني بوصل لك تكفى نفدا وجهك ابو عوض خليني اتكلم شوي بالجد يوووو ابن ابوي صدق احبك جد اسمعني جد ما بجد ما بجد اول حاجه اول نقطه اسمع ابو شاي اول نقطه عندي بيت بقول لكم انت ما وصلت الجمهور اللي وراك ولا وتعتبر انك ما احترمتهم صادق هذه اول نقطه صادق حلو
ثاني نقطة أنت خوياك اللي منهم كان أبغى يفهم يبغى يسمع أنت هنا لخبطت عليه حلو. ثالث نقطة خويك اللي قاعد يقول مبادرة مركز فيها يبي يوصل لكم فكرة يبي تستفيدون يبي أنت كذا لخبطته ولحمسته هو حتى إنك يمكن ضيقت عليه رجال يتكلم في جد وأنت قاعد تطقطق وتمزح حلو هاي ثالث حاجة. رابع حاجة إن إحنا كلنا هنا قاعدين نشد بعض ونعاون بعض نبغى نطلع بصورة حلوة قدام الجمهور صح فهمت كيف؟ قطع الأصوات هذه أنا أتنرفز منها صح وأنا مخطي أنا من مخطي إني أتنرفز فوق اللزوم صح يعني مثلا أنا أسولف مع واحد هناك يسولفون أنا أتنرفز شوف زي ذا كيف؟ هذا حله كيف؟ صح شوف الحين أسكت شوف الحين أسكت حلو اللي بجنبه غير اللي بجنبه حكاية أم أحمد خليني أتكلم أحمد برشلونة لا طولت ترى بس حلو بس هذه اللي أربع نقاط اللي بقولها وما طولت أنت أكثر من يطول سؤال أنا لازم أطول حق بقول لك أنا حاجة بقول لك أخذت أمك لأن أخوك الكبير شفت كم حرجت؟ كم عمرك؟ أكبر منك كم؟ 27 طيب ما بينك طيب ايش رايك اللي يحترم نفسه تعال يا زايد يا زايد طيب ايش رايك في اللي ينصت في كل مبادرات ينصت فيها جميع الالعاب يلعب فيها جميع الامور شو يعرف ولا جاله شيء طال عمرك جدي وش يعني لا تبرير الموقف اللي يصير مقاطعه اصلا اه هذه مشكله مش بس عندك ترى الشباب كلهم معانا رايك انا ماني بخص احد بنفسه يا شباب انت ايش رايك في النقطه هذه تقصد نفسك انت الحين انا الحين اتكلم عن نفسي لا يا ابو شابر ها؟ انا اتكلم عن الشخص اللي عنده مبادره ولعت عرفت او عنده لعبه خلاص جاء وقته اليوم العصر افلام مفترض المفترض ان يعني ايش رايك انت في الكلام ده انا ضد انا ايش اقول قبل شيء ايش رايك انت ضد طيب كيف تبغاه لجات مبادره بعدين في اليوم الجاي لعب مبادرته انه يشارك طيب معه طيب راي المبادره اقصد مبادره مشاركه يعني ما حد شارك وما حد بادر حتى اذا في سالفه جديه انت تقولها وقصه وش بتسوي طيب وش بتسوي علمني وش بتسوي قول لي ها انا تحب على راسه وتقول تكفل وش بتسوي يا اسمع وش بتسوي انا روح انا علام يقول الحرم مسجد بلا محراب طيب راي خلاص حل المحراب دقيقه مسجدك الله يرحمه تصلي راي واحده بقول اسمع زايد كيف جاتك قصايد شوف راي على قصايد وش بتسوي ذا الحين انا سمعت شور اخونا وسمعت شور اخونا اللطيف بعد ركز معي طيب انت جاوبني هذا انا بجاوبك انا طالبكم طلبه والله بجاوب طيب طلبه بسيطه يا ابو صابر طالب بسيطه يعني وش بتسوي ذا الحين بجاوب طيب هذا انا بجاوب أبجاوب طيب أسمع بقولك حاجة أسمع والله أشوف أنتم صادقين لا سواء دقيقة أستاذ مسفر دقيقة أنتم أستاذ مسفر الحين أول مرة طيب لا والله أنتم كل كلامكم والله صادق على العين والراس صادقين إن أحيانا تنرفز والله أقول لكم حاجة هذه أضمنها ولا نبي نط أي شخص هنا ورب النعمة بدون حلف لا بحلف وبعيد أحلف بعدها ورب النعمة والذي نفسي بيده بعد كلمتي هذه والله العظيم ان عنده ضغوطات برا اللي فيه مكفي فهو يوم نقز بيقولنا نقز المبادره انا سويت انا مره سويت اشياء اسمع انقزوا علي والله اني ما زعلت ليش لاني عرفت انا احب عبد الله يا خله يفرغ اللي فيه يا اخي عاد انت بتقول اي فرغ حبيب الرب اجي اتكلم معه ترى ما لها داعي بس عزوز تكفى انت بس مو اني انتقد ترى انتقاد اقسم بالله هذا انا اللي بتقول ليش اتنرفز لان فعليا انا اللي فيني برا والله مكفي والله كلنا فيوم انت احد ينتقد يا رجال ابغى اصيح انا جالس معكم ما بيك انت حظكم يا قل طلعت وقبلت يعني طلعت شفت انا ما طلعت ولا ابغى قبل انا حبيب ابو سحاب سحاب لكن سحاب انا اخوك انا هنا امك وابوك انا ادوي تعال اقرا عليك تعال اقرا عليك احصل قبل المغرب لا انا ما اطلع جني اقرا قبل المغرب احصل